التقريب هو تقرير خاص بجمعية منتدى المرأة وجمعية ام دي سي نساء الحرية سابق، وهذا التقرير بني اساسا على مجموعة المعطيات وملفات اللي تلقيناهم سنة 2019 طيلة هذه السنة. بالنسبة لهذا التقرير هو واحد مساهمة في الرصد حالات ظاهرة العنف ضد النساء، وكذلك لجمع معطيات حول هذه الظاهرة محليا معنا في العلاج. صحيح أنه كاينة جمعيات أخرى هي اللي كتشتغل على نفس الموضوع، وكتقدر تكون عندها هي إحصائيات ديالها حسب الملفات وحسب القضايا اللي كتورد عليها. هذا التقرير كاد حول ظاهرة العنف ضد النساء مدينة العرائش 2019 هو مبني أساسا على أن العنف هو أي فعل أو كيلحق أذى أو ألم أو معاناة للنساء بحال اللي عرفوا الإعلان العالمي القضاء على العنف ضد النساء. هكا كيعرف العنف ضد النساء هو أي فعل أو أذى كيلحق للنساء، وطبعا كيحدث عنده واحد الألم أو واحد المعاناة يكون هذا الفعل العنف كيف ما كان. على هذا التعريف بنينا هذا التقرير هذا. كذلك أننا هذا التقرير صنفناه مجموعة مجالات العنف أو الحالات ديال العنف اللي كيتعرضوا لها النساء، كذلك بناء على شكايات طلبة المؤازرة الاستماع التوجيه والاستشارة اللي كيطلبوها النساء ضحايا العنف من جمعية منتدى المرأة و إل زيت. إذا على هذا الأساس قسمنا كذلك هذا التقرير من مجموعة مجالات العنف. إذا بالنسبة لهذا التقرير كيتضمن مجموعة من المعطيات والأرقام كتعلق بحالات العنف اللي كيتعرضوا لها النساء أو اللي تعرضوا لها النساء اللي وردوا على الجمعيتين خلال هذه السنة 2019. بالنسبة لهذه الحالات، أولا على مستوى مجلة العنف، الحالات اللي وردت على جمعيتين خلال هذه السنة كتشمل جميع أنواع العنف، من جسدي، نفسي، اقتصادي، قانوني، جنسي، وكاين شي حالات اللي صعب علينا نصنفوها فين شمن حالة هي العنف. كاين بعض الحالات بصح أننا وقفنا فين غادي نصنفو هاد الحالة شمن حالة العنف غادي كنا نصنفوها. إذا بصفة عامة أن كاين 557 من حالات العنف اللي وردوا على الجمعيتين. هاد الحالات خلال 2019 70% من هذه الحالات اللي وردوا على الجمعية كيوجدوا صعوبات على مستوى القانون كيفاش غيتعاطوا مع الحالات ديالهم ديالهم. إذا صعوبة الوصول للعدالة، صعوبة إثبات الحق العنف أو الحالة العنف اللي هما فيها، وصعوبة للتتبع حتى الملف وإثبات هذه الحالة. بالتالي عندنا 70% فيهم اللي ما كيقدروش يحلوا هذه المشكله ديال العنف ديالهم، معنا ما كيقدروش يتبع الحاله ديالهم بالعنف على مستوى المحاكم، حيت في الغالب كيتم الحفظ ديال ديك الملفات ديالهم وما كتمشي المتابعه ديالهم حيت لغياب الشهود شي مرات وما عندهمش شهاده طبيه، او هذه الحالات العنف ما بيناش هذاك العنف ما بينش، حيت في الأحيان باش كيكون العنف مثلا نفسي أو كيكون قانوني أو كيكون اقتصادي ما كيكونش باين وما عندهاش باش تبت هاد الحالة العنف ديالها. كاين بالنسبة لهاد الحالات 204 الحالات هما حالات العنف جسدي، فيهم الضرب، الجرح، الكسر، التشويه والحرق. هي الحالات العنف اللي العدد ديالها مرتفع، هي حالات الضرب والجرح والحرق والتشويه
بيتهم أربعة الحالات. هاد الحالات هادو فيهم 68% اللي ما قدروش يثبتوا هاد الحالات الضعف اللي عندهم، وخا هي فيها الدار وفيها الجرح ما قدروش يثبتوها، لان كيطلب منهم الشهاده الطبيه والشهود. ولا عندك شهاده طبيه ما عندكش شهود، كيطلب لها حفظ ديال الملف، حيت كيقول لك ان عندك شهاده طبيه قدر يكون فيها معناها تكونش عندك شهاده طبيه تمشي بيا ومطوره او لا سميتو، كيطلبوا كياكدوا على الشهود. ولا ما عندكش الشهود ما قدرش يثبت، معناها كيتم الحفظ ديال الملف، وبالتالي ما كيتمش المتابعه ديال الرجال. بالنسبه لهذه الحالات هذه شكون هما معنفات؟ معناها نساء معنفات، هاد سميتو فيهم اكثر من 75% اميات، انا ما عندهمش واحد المستوى تعليمي. ثاني ان المنتهك اولا اللي كيرتكب هذا الفعل العنف من الاقرباء اللي هما قرابيط الضحيه، اما الزوج ديالها، اما خاها، اما باها، اما صديق ديالها، اما شريك ديالها، واحد اللي قريب ليها، معناها كتعرض للعنف من اللي هما اللي قرابيط ليها، يعني ماشي شي واحدين مجهولين، باستثناء بعض الحالات اللي انهم كيتعرضوا لحالات الضرب في الشارع العام من طرف مجهولين بهدف السرقه او بهدف سميتو، ولكن الاغلبيه ديال هاد الحالات هادو كيتعرضوا للعنف من طرف الاقرباء ديالهم، معناها اللي هما قرابيط منهم. على مستوى هذه الحالات ديال الضرب والجرح والسب والقذف ومعناها العنف، كاين على مستوى الاغتصاب والتقريب القصيري 35 ديال الحالات فيهم الاغتصاب والتقريب بالقصيرات. هاد النسبة هادي قليلة كتبدلنا عندنا بالمقارنة مع حالات الضرب والجرح والسبيتو 35 قليلة. هذا ما كيعنيش على أن الحالات العنف هادي الاغتصاب والتقريب أنها قليلة، بالعكس هي على مستوى الواقع كاينة حالات كثيرة، ولكن ما كيتمش التصريح بها، باقي كاينة الخوف والتردد عند الضحايا اللي كيتعرضوا للاغتصابات أو كيتعرضوا الفتيات الصغار اللي كيتعرضوا للتقريب، أنهم ما كيصرحوش بهم وما كيلجؤوش للجمعيات وما كيلجؤوش حتى للقضاء أو حتى للشرطة باش يدليو أو باش يطرحوا بالحالات هذيك الاغتصاب اللي كيتعرضوا لها، لاعتبارات بزاف، كاين اعتبارات اجتماعية مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية للنساء وكذلك فتيات في المجتمع، واللي ما كيبغيش يتقبل أنه يصرح بالحالات الاغتصاب، هو كيتقبل على أنها تعرضت للاغتصاب، ولكن ما كيتقبلش أنه يصرح بها، أن الناس يعرفوها. وكيحاولوا ما امكن انهم كيلموا هذيك الشيء بيناتهم بواحد السريه باش ما معنا فيها العار وفيها الحشومه وفيها بزاف تحس انهم ما كيقدروش يصرحوا بهذه الحالات هذه. كاين كذلك 93% عفوا 93 الحالات اللي هي فيها حرمان النساء من النفقه، فيها اللي الحالات ديالهم معروضة على المحاكم، وكاين اللي ما كاينينش في المحاكم ولكن هما كيلتجؤوا للجمعيات، كيعرضوا الحالات ديالهم على الجمعيات، وكيتوخوا ان الجمعيات تدخل وتحل هاد الاشكال. وبالتالي ان كاينه بمعنى كاينه ان حتى النساء اللي كيتحرموا من النفقه هما والاطفال ديالهم ما كيجيوش للمحاكم، أغلبية فيهم كيجيو للجمعيات، كيجيو للجمعيات بهدف أنه التوسط عند هذاك اللي كيهرب النفقة، إما عادة كيكون الزوج والأب طبعا للأطفال، ما كيبغيش يعدي سميتو ما كيمشيوش للمحاكم، كيجيو للجمعيات. كاينة جوج الاعتبارات هنايا، هما
اولا الضعف بالثقه، اولا عدم الثقه بالناس في القضاء. يقول لك انا ما مشيتش للمحكمه بلا بنادم كنعرفو مشاو للمحكمه وخدا والو، بمعنى كاينش الثقه في القضاء. كاين شغل الجمعيات بمعنى، وكذلك سميتو الثاني هو ان الجمعيات ما عندهاش هذه السلطه باش هي تمشي تضغط على هذا باش يخلص النفقه او باش يصرف على ولادو، بمعنى الناس عندهم مفهوم مغلوط على حول العمل ديال الجمعيات، وكذلك حول القدرات اللي عندها الجمعيات، شنو هي السلطات اللي عندها والجمعيات شنو هي القدره اللي عندها باش 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 تضغط على سميتو، بمعنى انها على مستوى ديال الفهم ديال الادوار الجمعيات اللي كيلعبوها حتى هي باش مفهومه عند 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 هاد عند هاد عند هاد النساء. والجمعيات اللي كيمكن تعمل هي انها كيمكن توجه كيمكن توريها فين تمشي كيمكن ترافقها سميتو من غير هادشي، الجمعيات زعما ما عندهاش هاد السلطه هادي. كاين كذلك 40 ديال الحالات على مستوى ديال النساء متشردات، معنى تعرض للتشرد بزاف ديال الاسباب. كاين اللي معرضين للتشرد بفعل اعاده الهيكله بالدور الصفيح، وان كاين واحد النسبه النساء اللي ما قدروش يحصلوا على بقع ارضيه في هذيك اعاده الهيكله، واما ما تمشي التسجيل ديالهم او تم تسجيل اسم الزوج ديالهم بعد ما حصل على البقعه، تفكر رجع عليها وخلى البقعه وداو البقعه خلاها هي في الشارع هي وهي ولادها. كاين كذلك النساء اللي هما بدون سكن، معنا متشردات بفعل بعد طلاق، معنا كاينه واحد مجموعه الحالات اللي بعد طلاق انه جرى على المراه زق جرى عليها ولادها، اما بعد الدار اللي كانت ساكن فيها او فسق العقد ديال الكرا وخلاها في الشارع وما بغاش يخلص لها الكرا، اذا بقات مشرده. كاين اللي مشرد النساء اللي تعرضوا لهذا العنف هذا التشرد بسبب انهم عدم القدره ديالهم على تاديه اولى الصعوبات الكبيره، انهم ما قدروش يكريو كيبقى يجمع عليهم الكرا، ومن بعد كتحكم عليهم المحكمه انهم خصهم يخرجوا للشارع في الوقت اللي ما عندهمش فين يمشيو. وبالتالي هذا حتى هو هدف غياب، اما راجل مات اولى طلقة وشر حالته، وبالتالي انها كتبقى المراه معرضه للتشرد في الشارع، حتى هذا كتعتبر واحد العنف كبير في حق النساء في الوقت اللي ما تجبرش انها فين تسكن تمشي تكون شرعيه وكذا، حتى هو كتعتبر واحد اشكال العنف اللي هي منتشره واحد الشكل كبير، يعني بزاف كيزيد الحالات ديال هذا التشرد. كاين كذلك بين جوج الحالات اللي هما العنف الاقتصادي، وهذا خاص اساسا بالعاملات الزراعيه والعاملات الصناعيه، هذا اللي كيخدموا في المزارع واللي كيخدموا في المصانع، وحتى الخادمات او العمال والعاملات في البيوت. هاد بيوجوج اللي تعرضوا للعنف الاقتصادي والاجتماعي مرتبط اساسا بالاقتطاع من الاجره بدون حق، الحرمان من التعويضات العائليه، كذلك الحرمان من العطل الامومه، ثم الاستغلال الى بغينا نقولوا في ساعات اضافيه وخاصه عمل الليل بالليل، وكذلك الاشتغال في الايام ديال العطل خاصه الاحد الليل، ما كيدخل اما انهم ما كيخلصوا بشي عليه واما انهم كيخلصوهم عادي، انا مع العلم انه هذه السوايع اللي كتدافعوا كيخصو يتخلصوا عليهم مضاعف. هاد بيوجوج الحالات ديال العنف الاقتصادي والاجتماعي كيدخل فيه حتى الاستغلال ديال العاملات الزراعيات في المزارع محليا، ودخل فيه حتى ديك العاملات الزراعيات اللي كيمشيو يخدموا في الحقول ديال الفريز في اسبانيا في جنوب اسبانيا، اللي حتى هما كيتعرضوا عدة أشكال من العنف، وكذلك سواء العنف الاقتصادي أو عنف آخر، وعلى مستوى الاقتصادي أنهم ما كيلتزموش هادو الناس اللي كيخدموهم بالوعود اللي كيعطيوها لهم نهار الأولانيين، ما كيلتزموش بالبنود بالاتفاقيات اللي كيوقعو معاهم، كيوعدوهم بواحد الأجر وبواحد ساعات الأمان إلى غير ذلك، ولكن ملي كيمشيو تما كيصطدموا بواقع آخر، وأنه التملص
من الوعود اللي كاينه في الاتفاقيه، وهذا هو كيف تبرع اقتصادي. كاين الطرد من البيت الزوجيه حتى هو كيف تعتبر عنف، وبعد كان تعدى ثلاثه الحالات اساسا اللي كانت بهذه الحاله الطرد من البيت الزوجيه. كذلك كانت واحد الحالات متفرقه ديال التحرشات، وكذلك الحالات ديال الشتم والتشهير عبر الوسائل الالكترونيه. كانت الحالات واحد التلميذه اللي تنشروا تصور ديالها واحد الفيديو الى غير ديالك عبر الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، وكان الضغط عليها من اجل انها الابتزاز، من اجل الابتزاز لواحد التلميذه. وكانت الحاله واحد التلميذه اللي هي تعرضت عبر الوسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بنشر الصور ديالها، وكذلك بسبب القتل في الحق هذه السيده. اذا هذه مجموعه ديال الحالات، زائد واحد الحالات ديال امهات عازبات. هنا واحد مجموعه ديال امهات عازبات اللي كيتعرضوا لاشكال من العنف المضاعف، خاصه ما كيلجؤوا اما المستشفى، يتعرضوا جميع المراحل لاشكال من العنف، من السب، الاهمال، التهميش، القذف، وكذلك الحرمان حتى من الرعايه الصحيه هما والاطفال ديالهم اللي كيتولدوا في هذه الوضعيه هذه. كذلك هادو كيتعرضوا لعنف اخر من اللي كيبغيو يسجلوا ولادهم في دفتر الحاله البدنيه في الكوندش الحاله البدنيه، او كيبغيو يعملوا لهم تلقيح. معناها كاين بعض المرض كيفرضوا عليهم في المستشفى انها خاصها تجيب الورقه التسجيل في الحاله البدنيه عاد يعملوا التلقيح، عاد الدوله يبداو التلقيح. وهذا طبعا كيمس الصحه ديال الطفل اللي ما يقدرش يعمل التلقيح في الوقت ديالو، في الوقت اللي ديك الام ما كتقدرش تسجل هذاك الولد في ديك سجل الحاله البدنيه، رغم انه كاين قوانين ورغم كاين مذكرات اللي كتنص على ان المراه الام العازبه هي من حقها تسجل ولدها في الحاله البدنيه. واخيرا مؤخرا صدرت كذلك مذكره ديال انها عندها الحق في الكوندش الحاله البدنيه، يعني دير كوندش الحاله البدنيه وتعطي الاسم ديالها لهذاك الاسم العائلي ديالها لهذاك الولد، رغم انه كاين هادشي، ولكن على مستوى الواقع في الاتصال بالادارات الى غير ذلك كيوضعوا مجموعه العراقيل وكيشوفوا دائما ديك الام العازبه على انها مجرمه وعلى انها فاسده وعلى انها، وبالتالي كيوضعوا لها واحد مجموعه العراقيل باش ما يسجلوا لها شي هذيك الولد في الحاله الثانيه، اللي طبعا التبعات ديالو كتكون خطيره على مستقبل ديك الولد مستقبلا. كذلك على مستوى ديال الاثبات ديال دائما بالنسبه لهاد الامهات العازبات، صحيح انه كاين واحد الحالات اللي عندنا معروضين علينا، هما جوج د الحالات ماشي بزاف، ولكن واخا جوج راهما الوضعيه زعما راهي ماشي هي هادي. هادو جوج بجوج د المرات هما امهات عازبات جوج د المرات، المره الولاديه ما عرفتش شحال هادي، ودابا المرة الثانية. هو كل واحد كيفاش غادي يطرح التساؤل ديالو على هاد الحالات، ولكن هما اللي كيصرحوا به هو انهم كيتعرضوا للوعود، انهم كيتلقاو وعود بالزواج اساسا، وعود بالزواج كيطيحوا مرة الأولانية عاوتاني، وعود عاوتاني مرة ثانية بمعنى. وهذا إشكال فهمت، إشكال تروح يقدر يقول شي واحد سميتو، ولكن هذا إشكال، لأن أصلا هو واحد النوع من العنف ممارسة حق هذوك الأمهات، وخا يقولوا أنهم مذنبات أو ذلك، لكن ظروف أخرى اللي دفعتهم باش يمشيو باش يوقعوا في هاد المشاكل هذه، ظروف مرتبطة أساسا بالوضعية الاجتماعية، بالمستوى التعليمي ديالها،
بصفة عامة بالوضعية الاجتماعية ديالها وكذلك حتى بالعقلية ديال المجتمع. أنا كنقول واحد كنطيح واحد المنف في مشكل أنها أم عازبة، حنا نربيوها كتبدا بسبب وعود أساسا 75% حسب الجمعية ديال التضامن النسائي ضربنا أن 75% ديال الأمهات تاع بزينات وقعوا في المشكل نتيجة وعود بالزواج، وقعوا في هذا المشكل أنها أم عازبة على الوعود بالزواج، لأنهم كنربيو البنات ديالنا ملي كيفتحوا عينهم أننا كنربيهم على أن المستقبل ديالك هو الزواج وتدبر على راجل، بمعنى أن هي كتعيش حياة ديالها كاملة